بلسمي داوي جروحي يا أغلى دار. قلبي هو للعماني والكركي والمعاني وبنردد أعز إخواني كلنا واحد إيد بإيد. محبوبي يا ابن البلقة وبعجلون ومحلى الملقة وسنود السمرة بالزرقة عزيمة وقوة حديد. مفرقة والطفيلي والعداوي مية مية جرشي مدباوي أهل الكرم والحمية. نشميوي بالنشمية هم بس الأردنية هم بس الأردنية عزمو إصرار. مساء الخير أعزائي المشاهدين، نرحب بكم من جديد في هذا اللقاء الخاص ضمن لقاءات برنامج هذه بلدنا عبر قناة جوسات الأردني. احنا الآن موجودين في محافظة إربد عروس الشمال في ضيافة كفاءة أردنية جديدة، في ضيافة ابن بلد أصيل، في ضيافة صيدلية سلامتك طبعا، ومعي الآن سعادة الدكتور الصيدلاني عزمي صبحي النابلسي. والدكتور عزمي طبعا من الناس الكبروا بالسن، من أقدم الأطباء الصيادلة في هذا التخصص يعني من بداية السبعينات. دكتور عزمي بالبداية مساء الخير يا سيدي. مساء الورد يا حبيبي، نورنا عبر شاشة التلفزيون، وأنت بالبداية بالتأكيد تمثل نموذج لابن البلد الأصيل وأحد الكفاءات الأردنية اللي بنعتز ونفتخر فيهم. أهلا وسهلا. بداية دكتور عزمي، يعني وأنت غني عن التعريف وأشهر من تعرف في هذا القطاع وفي هذا البلد الطيب وفي هذه المحافظة تحديدا، نعرف السادة المشاهدين أكثر بالدكتور عزمي صبحي النابلسي، نتحدث عن مكان ولادتك، دراستك وعائلتك الصغيرة إذا تكرمت. تفضل. يا سيدي، أنا مواليد إربد عام 1943. دراستي في إربد بعد ما خلصت دراستي الثانوية اكتسبت للجامعة السورية، بعدين صحت لي فرصة إني أدرس في الهند، فتركت الجامعة السورية ورحت درست في الهند. فخلصت الصيدلة عام 75 نعم، ورجعت واشتغلت على طول في الأردن. صحيح، اشتغلت حوالي سنتين ونص في الكويت وكمندوب طبي، وبعدين فتحت صيدلية بالرياض لسعودي طبعا لمدة 7 سنوات. هذا قبل دكتور يعني افتتاح صيدلية محافظة إربد؟ قبل. هذا بداية السبعينات. نعم نعم، البداية كانت بالكويت شوي هون في الأردن كمندوب طبي، بعدين رحت على الكويت وحوالي سنتين ونص بقيت هناك، بعدين رجعت ورحت فتحت صيدلية في الرياض لمدة 7 سنوات. وبعديها رجعت الأردن. بعدين رجعت الأردن واشتغلت في وزارة الصحة. كم سنة تقريبا؟ تقريبا من 88 1998. الله يعطيك الصحة دكتور. الله يسلمك. دكتور عزمي، صيدلية سلامتك هي صيدلية تتمتع بشعبية عالية في محافظة إربد وهي من أقدم الصيدليات. بالتأكيد الشعبية لا تأتي من فراغ. نتحدث عن الصيدلية، متى تم افتتاحها فعليا؟ نتحدث عن علاقتكم بمنتجعات الأدوية، كيف كنتم تزودوا بالأدوية بالبدايات؟ نتحدث عن المناطق اللي بتخدمها هذه الصيدلية. سيدي، بدأت هون الصيدلية، عمل الصيدلية عام 96 ولا 86 عام 86. إذن البداية كانت عام 1986، بس كوني كنت أشتغل بالصحة فكنت تاركها ل صيادلة وصيدلانيات ومساعدة إلى أن تقاعدت عام 98، فباشرت أنا نفسي في عمل الصيدلية. جميل. دكتور عزمي، نتحدث عن انتشار أدوية مقلدة، نتحدث أيضا عن ما هي الصلاحيات مع الدكتور الصيدلي ببيع الأدوية المسموح فيها يعني إلى أي حد؟ أدوية مقلدة إذا بتقصد مزورة ولا بالضبط؟ مزورة. هو يوجد، بس كوني أنا ما بتعامل غير مع المستودعات الرسمية معروفة، فهون ما حصل عندي إني أنا وقعت فيه مشكلة. والحمد لله. فبس سمعت الكثير عن أدوية مزورة، وأحيانا كانوا يعرضوا
بعض الشباب تجي بيقول لك تشتري ما تشتري أرفض. صلاحياتك دكتور يعني الأدوية المسموح فيها في يعني أدوية مسموح في بيعها بدون ما يسمى الـ OTC يعني عندك أدوية الرشح والسعال و يعني الشغلات اللي هي البسيطة يعني هذا إلا أنه في هناك تجاوزات وأنا من الناس اللي تجاوزوا هي بعض بيع مضادات الحيوية. كيف يتم بيعها يعني بتكون على معرفة بالشخص معرفة بالزبون بعد سؤاله عدة أسئلة قبل ما أعطيه نوع الدواء اللي بدي المضاد اللي بعطيه عدة أسئلة نسأل المريض وبعديها بقرر شو النوع المناسب. الله يعطيك الصحة. يعني نتحدث عن أبرز المشاكل اللي بتواجهكم بهذا القطاع الآن انتشار افتتاح شركات مختصة يعني مجموعة صيدليات داخل مناطق يعني شبه يعني الناس نسميه اجتياح ولكن يعني بخطط غير مدروسة قد تكون من البعض إنه عدد الصيدليات في مناطق معينة ما مدى تأثير هذا عليكم كمان؟ يسجل على أيام زمان لما كان يمنع الصيدلي إنه يفتح صيدلية إلا على الدور. نعم. يعني أنا من الناس اللي قعدت حوالي 17 سنة لما أجا دوري بفتح صيدلية في عمان. وكان مربوط عدد الصيدليات اللي بيسمحوا لها تفتح كل سنة وكل في كل منطقة حسب زيادة العدد السكانية. فكان الأمور منضبطة إلا إنه جاء من جاء وغير النظام واللي معه فلوس يفتح. صحيح. حاولوا يحددوها شوي لازم يكون عنده خبرة مثلا 3 سنوات تاني اسمح لك تفتح صيدلية بعد التخرج طبعا. لأنه افتتاح الشين فارماسيز هذا خلينا نسميه هو ما في شك انه عماله يشتغل ضد المهنه وعماله بضرب ناس كثير يعني ماديا اقتصاديا وبعرض لخسائر واتوقع انه لازم المسؤولين يحطوا حد لهذا شو بدي اقول لك الانتشار لهيك صيدليات. نعم. نتأمل يعني من زملائنا بالعلاقات العامة متابعة الملاحظات اللي ذكرها الدكتور عزمي بما يخص موضوع صيدليات ويعني ملاحظات مهمة دكتور ويعني نتأمل أخذ والمتابعة بهذا الموضوع. دكتور عزمي نرجع لموضوع يعني الخبرة الطويلة اللي أنت تتمتع فيها الآن الصيادلة بداية تخريجهم صيادلة الجدد الآن بعد هالسنوات الطويلة ما شاء الله الله يعطيك الصحة تنصح الشباب الخريجين الجدد بهذا المجال؟ نصيحتنا للشباب الجدد إنه ما يتورطوا ويفتحوا صيدليات هذا واحد. اثنين اكتساب المزيد من الخبرة في صيدليات حتى يتمكنوا من إدارة الصيدلية اللي ممكن يفتحوها مستقبلا. وإذا بدك كمان نزيدها إنه يا ريت يتم ضبط عدد المقبولين في كليات الصيدلية في الجامعات الأردنية لأنه صار عندنا أعداد ما شاء الله أكثر مما نحتاج. دكتور عزمي نرجع نيجي لموضوع مهم منظومة الأمن والأمان نعمة الأمن والأمان. أنت عملت في الكويت وعملت في الرياض وسافرت العديد من الدول الصديقة والشقيقة. نعمة الأمن والأمان هي بتميز الأردن عن كافة بلاد العالم. الوضع ملتهب للأسف حوالينا. نتمنى السلام لجميع الدول العربية إن شاء الله خصوصا أهلنا بفلسطين المحتلة. نعمة الأمن والأمان ماذا تعني لك يا سيدي؟ تعني نحن عايشين بخير وفعلا في أمن وأمان ولو أني أطلب مزيدا من الأمن. نعم. أتمنى ربنا يديم نعمة الأمن والأمان وإن شاء الله يعني تستمر المسيرة بهمة النشام أمثالك إن شاء الله. الله يسلمك دكتور عزمي. لو قدر لك والتقيت بجلالة الملك عبدالله في هذه الأيام والظروف الصعبة اللي بنمر فيها شو بتحب تحكي مع جلالة الملك؟
هاي بتكون فواجأة، الواحد بيعرف شو بده يحكي له فيك. بس اللهم بيشد على ايده وبيشجعه والله يقوي. امين يا رب. طبعا كما اشرنا دكتور عزمي يعني جلالة الملك اول ما يدعو لدعم فرسان التغيير، وجلالته يعني اكثر من مناسبة واكثر من محفل حكى انا بستمد العزم منكم. نستذكر مقولته المشهورة فراسة انت اردني بالتأكيد همات الأردنيين دائما مرفوعة. نعم أمثالك دكتور عزمي النابلسي، سعداء جدا بهذا اللقاء. دكتور عزمي نحدد لسأل المشاهدين عنوان صيدلية سلامتك ومن أي ساعة إلى ساعة الدوام ورقم التليفون. يا سيدي إحنا الصيدلية تبدأ دوامها من الساعة 9-9:30 صباحا حتى الساعة تقريبا 12 ليلا. موقعها سمى الحي الجنوبي شارع الرازي إسكان الأطباء. طبعا أعزائي المشاهدين يسرنا في نهاية هذا اللقاء أن نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لسعادة الدكتور الصيدلاني عزمي صبحي النابلسي من صيدلية سلامتك من محافظة إربد. نورتنا دكتور، شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا. شكرا لك. وأرجو أن تسمح لكاميرا البرنامج في هذه الجولة المفصلة في صيدلية سلامتك. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. والكركي والمعاني وبنربت يا عز اخواني كلنا واحد ايد بايد محبوبي يا ابن البلد.